أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استشارة قانونية. هذه الحلقة مشاهدينا لا ينخصها لتسليط الضوء على ظاهرة زواج القاصرات، ومعنا فيها الدكتور إدريس كوريرا، هو باحث في القانون الدولي. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. مرحبا بكم وسهلا، عيدكم مبارك. مبارك، علينا وعليكم إن شاء الله. مرحبا بكم وسهلا. نحن نختار هون نتكلموا عن زواج القاصرات، وفي البداية بعد قاعدة تعطوا تعريف للمشاهدين ما هي القاصر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أولا أشكر التلفزة الوطنية لإتاحة لي هذه الصانحة، وهنئ شعب الموريتاني حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. وفيما يتعلق بالجواز القاصرات، أولا القاصرات طبقا لقانون المدونة الشخصية الأحوال الشخصية الموريتانية، المادة السادسة تنص على أن تكمل الجواز بالعقل وإتمام 18 من العمر، فبالتالي سنة جواز تكمل الجواز بالعقل وإتمام 18 من العمر، فبالتالي القاصرة هي من لم تبلغ 18 سنة. من لم تبلغ 18 سنة فهي قاصرة طبقا للمادة السادسة لقانون الأحوال الشخصية الموريتانية. طيب، في حال تم تزويج القاصر، طيب أيضا نفس المادة الفقرة الثانية تنص على أنه يجوز للولي أن يزوج ناقص الأهلية إذا رأى الولي مصلحة في هذا الجواز للقاصرة. إذا رأى الولي مصلحة للجواز لناقص الأهلية يجوز للولي أن يزوجها قبل بلوغ سن 18، بس لمراعاة مصلحة القاصرة. طيب، إذا تبين العكس، تبين أن هذا الزواج بمحض مصلحة للولي يريد مصلحة شخصية له هو من خلال هذا الزواج. أيوة. طبقا للناس الأحوال الشخصية، إذا تبين أن الولي جوز القاصرة بدون مراعاة مقتضيات المادة السادسة، العقد يكون صحيحا، لا يفسخ العقد، ولكن الولي يتعرض للمساءلة القانونية طبقا للقانون الجنائي الموريتاني. ولكن العقد يكون صحيحا، ولكن الولي يتعرض للمساءلة القانونية طبقا للقانون الجنائي الموريتاني، لأنه هو ارتكب جناية بمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية الموريتانية، لأنه جوز القاصرة بدون مراعاة المقتضيات المادة، لأنه هو راعى مصلحة نفسه ولم يراعي مصلحة القاصر، لأن المادة السنة المادة لمراعاة مصلحة القاصر وليس لمصلحة الولي. أنا أعتقد هنا أن المصلحة هنا القانون المشرع الموريتاني يعني لم يقيد هذه المصلحة، يعني الوسع في 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 المصلحة، لأنه لم يحدد معايير محدودة، معايير موضوعية، معايير محددة حتى نستخلص كيف، عندما لأن المصلحة تختلف من شخص إلى شخص، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، فلأن المصالح تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، فبالتالي قد تكون مصلحة شخص ما في نواكشوط غير مصلحة ولي آخر في جديمغا أو في ترارزا أو في الغيون أو في باقي المناطق الداخلية. كل منطقة لها خصوصية، كل منطقة لها خصوصية، وحتى كل أسرة لها خصوصية معينة. فبالتالي لو كان المشرع الموريتاني ترك تحديد هذه المصلحة للقضاء لكان أفضل. القاضي يحدد، إذا أراد الولي أن يزوج القاصرة لمصلحة ما فيذهب إلى القضاء، والقضاء يحدد هذه المصلحة، إذا كانت المصلحة لصالح القاصرة فبها ونعمة، وإذا كانت المصلحة ضد مصالح القاصرة فبالتالي القضاء يتدخل ويرفض هذا الجواز. طيب، إذا كان فعلا لا لصالح الولي داخل مثلا على طمع يريد مصالح مادية له،
فهذا تأكد هذا. لا، إذا تأكد هذا فهو يتعرض للعقوبات القانونية لأنه ارتكب جريمة، ولأنه لا يجوز، لأنه خالف القانون. أولا خالف نص القانون، لأن القانون يمنع جواز القاصرات، فلا يجوز مخالفة هذا النص، وبالتالي أيضا غش أيضا، لأنه يعتقد أنه جوز القاصرة لمصلحة القاصرة، فتبين أنه جوزها لمصلحة نفسه، من يعني طمعا في المال أو في الجاه أو في السلطة، فبالتالي أيضا غشها، وحتى من ناحية الشرعية خالف الشرع، لأنه لا يجوز تزويز، حتى لو لم تكن قاصرة لا يجوز يعني الجواز، لأنه الجواز شيء مقدس، فلا يجوز أن يكون على أساس المصالح المادية أو مصالح سلطوية، هذا حتى شرعا لا يجوز هذا، لأن الجواز أقدس من هذا. طيب، انطلاقا من قانون مدونة الأحوال الشخصية، هون الولي إذا ثبت أنه زوج هذه القاصرة بدون إذنها وبزواج ليس لها فيه أي مصلحة، ما هي العقوبات؟ بدون إذن الولي؟ بدون إذن البنت، الولي قاصرة بدون إذن، بدون أخذ إذنها وبدون أخذ مالي في الاعتبار أن هذا الزواج فيه لها مصلحة، أو أخذ بالاعتبار أن مصلحته هو فقط. لا، حتى أيضا تبقى للقانون، لأنه سنتحدث عن القانون، تبقى للقانون الأحوال الشخصية الموريتانية، أيضا لا يجوز للولي أن يزوج القاصرة بدون إذنها. الولي طرف، لأن ولكن الولي موسى على القاصرة لمصلحتها هي، وليس تمارس الولاية لمصلحة القاصرة وليس لمصلحة الولي، فبالتالي لا يجوز للولي أن يزوج القاصرة بدون إذنها، لأن الولاية لمصلحتها هي، تمارس الولاية لمصلحة القاصرة وليس لمصلحة الولي. طيب، في حال تزويج قاصر بدون إذنها، هل يحق لها أن ترفع قضية ضد زوجها مثلا؟ يجوز لها أن ترفع القضية ضد زوجها أمام القضاء. وما هي المحاكم المعنية؟ المحاكم الأحوال الشخصية. محكمة الأحوال الشخصية. محكمة الأحوال الشخصية هي المعنية بهذه القضايا. قد تتدخل القانون الجنائي، لأن العقوبات أحيانا قانون الأحوال الشخصية توحيلنا إلى القانون الجنائي. فبالتالي أحيانا تكون القاضي الأحوال الشخصية هو المختص، ولكن قد القانون نفسه قد يحيلنا إلى تطبيق بعض المواد القانون الجنائي الموريتاني. القانون للعقوبات. طيب، في حالة مثلا تزويج قاصر بدون إذنها وتعرضت لمشاكل معينة، تعرضت للعنف وتعرضت لأي نوع من أنواع الضغط عليها، هنا هي مصدقة في كل ما تقول؟ هو أصلا لو هي قاصرة حتى بدون تعرضها للعنف أو للمضايقات، في الأصل في المبدئية الجواز القاصرة مرفوض قانونا، القانون لا يجوز جواز القاصرة إلا لمصلحتها هي. فإذا حصل شخص ما جوز القاصرة بنته أو ابنة أخيه أو وما شابه ذلك بدون مراعاة مقتضيات المادة السادسة لموريتانيا، يتعرض للمسائل القانونية حتى إذا لم تتعرض القاصرة للعنف أو للضغط أو لأي شيء من هذا القبيل، فبمجرد تجويزها بدون مصلحة هي الولي يتعرض للمسائل القانونية، لأن القانون يمنع المبدأ نفسه، القانون لا يمنع فقط التعرض للعنف، لأن العنف هذه لوحدها ممنوع قانونا، ممارسة العنف الممارسة نفسها ممنوع قانونا، فبالتالي تجويز القاصرة بدون إذنها ثم بدون مصلحتها، وبعد جواز تعرض القاصرة تعرضت للعنف وللضغط، فبالتالي هناك أكثر من جريمة حصلت هنا، جريمة عنف، جريمة العنف ضد المرأة جريمة، حتى القانون الدولي يمنع هذا، وموريتانيا صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسة العنف ضد المرأة، العنف الداخلي، العنف المنزلي، وأيضا القانون الأحوال الشخصية أيضا تمنع أنه يمنع جواز القاصرات بدون مراعاة مصلحتها. طيب، وهل حق لهذه القاصرة أنت تطالب بالطلاق في حال أنها تشتكي على هذا الزوج أنها تم تزويجها له بدون أخذ إذنها؟ يجوز لها أن تطلب الطلاق من القاضي،
من القاضي فقط وليس من أي طرف آخر. يجوز لها أن تطلب الفصل الطلاق من القاضي، والمحكمة هي التي تمت في القضية وتفصل في القضية طبقا للقانون. في حالة مثلا مضايقة من نوع بعض من الأزواج، مثلا عندما يتزوج بقاصرة يمنعها من التعليم أو ما شابه، هل يحق لها في حالة في حالة مشابهة لهذا لهذه الحالة أن ترفع قضية ضد زوجها؟ إذا كانت قاصرة فيجوز لها أي تجويز للقاصر مبدئيا مرفوض، فكل ما يترتب على ذلك القانون يمنعه القانون يمنع، حتى إذا لم تتعرض للمضايقة، إذا لم تتعرض لأنه أصلا التجويز القاصرات، نحن القانون منع تجويز القاصرات لمصلحتها هي، فبالتالي في الدراسة مصلحة للقاصرة، فإذا كان جواز يمنع القاصرة من متابعة دراستها فهذا جواز ضد مصلحتها هي، فبالتالي يجوز لها أن ترفع القضية أمام المحكمة. طيب، دائما في طار تزويج القاصر بدون إذنها، زواج القاصر إذا كان برضاها وحدثت مشاكل، هل يمكن مثلا أن ترفع قضية؟ هي دخلت على هذا الموضوع بإذنها. طيب، في البداية الإذن أصلا هنا الإذن القاصرة غير معتبر لأنها قاصرة لم تبلغ سن الرشد بعد، فبالتالي فهي ناقصة الأهلية، فلا إرادة لها، إرادة الأهلية هنا ناقصة فلا إرادة لها، لا إرادة ولا تعتبر منقوصة، لا تعتد بها بإرادتها، فهي ليس لها إرادة لأنها قاصرة، فبالتالي لم تبلغ سنة، إرادتها غير معتبرة، لا قانونا لا تعتبر، هذا لا تعتبر إرادة لأنها ناقصة الأهلية، ناقصة الأهلية. في حال تزويج مثلا قاصر وقاصرة، يكون وليه هو المسؤول عن زواجه وهي أيضا كذلك، في حالة مثلا تعرضها لمشكلة أو الضغط عليها بشكل أو بآخر، ترفع القضية ضد ولي هذا القاصر أو ضده هو؟ طيب هنا من يرفع القضية؟ هي طبعا هي أو يعني هي يعني لأنها دائما لأن هي التي تتعرض للمشاكل الصحية، مشاكل اجتماعية، مشاكل إنجابية إلى آخر ذلك، هي التي يعني يحق لها أن ترفع القضية أمام المحاكم، لأن أصلا هي لكن ترفعها ضد من؟ ضد الزوج أو وليه؟ ضد وليها هي، ضد ولي المرأة، لأن هو الذي جوزها بدون إذنها وبدون أن تبلغ سن الرشد وبدون أن تبلغ سن الجواز، لأن سن الجواز محددة ب18 من العمر، قبل 18 ولو بشهر واحد فتعتبر المرأة قاصرة حتى ولو بشهر، لأن الثمانية العدد هنا مبين وليس مشمل طبقا للقواعد الأصولية، فالعدد لا يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنى واحدة فقط، 18 تحتمل يعني اكتمال 18 سنة قمرية أو شمسية، فلا تحتمل أكثر من معنى، فبالتالي لو جوز الولي البنت قبل بلوغها 18 سنة ولو بعشرين يوم تعتبر قاصرة لأن لم تكتمل 18 من العمر. طيب، شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا لهي نبدأ في طرح الأسئلة اللي وصلتنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، نطرحها على الأستاذ من أجل إياك أنه الدكتور إدريس كوريرا، من أجل أنه يعطي الأجوبة الشافية لأصحاب هذه الأسئلة اللي تقدموا بها للبرنامج. هون محمد قال هل يتعارض القانون الموريتاني مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع أن زواج القاصرات وجد في بداية الإسلام؟ لا لا لا، أنا لا أعتقد ذلك، أن القانون يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة دائما تراعي مصالح العباد، لأن من مقاصد الشريعة مراعاة مصالح العباد، إذا كان في بداية الإسلام وجد بعد هذه الممارسة أنه تم جواز القاصرات،
فهذا لا يعني أنه يستمر هذا الممارسة إلى ما لا نهاية، لأن نحن في الدولة، والدولة الدستور الموريتاني المادة الرابعة تنص على أن إرادة الشعب، أن القانون هو التعبير الأعلى لإرادة الشعب، ويجب على الجميع أن يخضع للقانون. فالقانون ينص على أنه لا أنه لا يجوز جواز القاصرات قبل بلوغهن 18 من العمر. فبالتالي أنا لا أعتقد أنه النص، هذا النص يخالف مبادئ الشرع الإسلامي، لأن النص هنا هذا النص وجد النص لمراعاة مصالح المواطنات والقاصرات الموريتانيات، وأنا لا أعتقد أن هذا ضد مصلحتهن، أن جواز القاصرات لمصلحتهن. والقانون أيضا لم يطلق هذا العنان النص الأولياء الأمور، ولكن قيد النص، لم ينص على أن جواز القاصرات ممنوع منعا باتا، ولكن النص قال أنه الجواز شروط حددة، شروط محددة، لا يجوز تجويز البنات قبل بلوغهن لهذا السن. ولكن القانون أعطى الرخصة للأولياء الأمور أنه إذا رأى الولي مصلحة للقاصرة للجواز قبل بلوغهن 18 سنة فيجوز لها، ولكن لمصلحتها هي، ليس لمصلحة الجواز، لمصلحة الولي. فبالتالي أنا لا أرى مخالفة للشرع الإسلامي في هذا الموضوع. طيب، هون عائشة قالت هل يجوز القاصرة رفع قضية ضد زوجها وهي لا تتعرض لأي مضايقات؟ طيب، هنا في مسألتان اثنتان. أولا، مصلحة التعرض للمضايقة هذه مصلحة، مسألة مستقلة، وفي مسألة جواز القاصرة قبل بلوغ مسألة مستقلة. أي إذا أرادت البنت، إذا رفضت البنت جوازا من البداية قبل البلوغ، فهذا الرفض يحق لها أن ترفع دعوة بعد الجواز. إذا كانت هي أصلا، أنا أعتقد أنه هو أصلا لا إرادة لها، يعني هنا قبل بلوغها سن 18 إرادتها غير معتبرة، لأنها قاصرة، إرادتها غير معتبرة، لا تعتبر أن هذا إرادة، فبالتالي هي غير راضية أصلا، لأن إرادتها غير معتبرة، لا يعتد بها قانونا. فبالتالي يجوز إذا جوزت رغما عن عنفها، رغما عنها، وبعد جوازها تعرض للمضايقات، للعنف، أو لأي ممارسة غير قانونية، فيجوز لها أن ترفع القضاء حتى لو كانت راضية بعد جواز، يعني حتى لو بلغت بعد، مثلا تزوجت قبل 18 سنة فبلغت 20 فتعرضت للمضايقة القانونية، فيجوز لها أن ترفع القضية للمضايقة القانونية بدون الاعتداد بالمسألة قبل جوازها قبل بلوغ سن الجواز. وفي حالة عدم تعرضها لأي نوع من أشكال المضايقة، لكن هي فقط لا تريد هذا الزواج، فيقولها لأنها قاصرة، ما زالت قاصرة، فيقول أن ترفع الدعوة. وإذا كانت تجاوزت 18 لكن طرأت لها الفكرة عنها هي أصلا أنها جوزت قبل أن تبلغ سن الرشد، فلما بلغت أرادت أن تفسق الجواز، فيحق لها أعتقد. طيب، سؤال أخير يسأل عن ما هي المحاكم المعنية، ظهر لي عندنا جاوبنا عليه، المحاكم المعنية بهذا النوع من المحاكم المدنية. محاكم الأحوال الشخصية، محاكم الأحوال الشخصية هي المختصة بالنظر في مثل هذه المواضع. وهل يمكن المحاكم المختصة بالجواز والطلاق والميراث والوصاية والولاية إلى آخر ذلك، هي كلها المدونة الأحوال الشخصية التي تنظم كل هذه الأشياء. وقضية من هذا النوع كم تأخذ من الوقت؟ حسب 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 المحاكم. أنا لا 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 لا, لا أستطيع أن أحدد وقتا محددا، يعني حسب الإجراءات أمام المحاكم الموريتانية، يعني لم أمارس القضاء عمري، فبالتالي لا أملك معلومات عن هذا الموضوع جيدا. طيب، وفي حالة هذه الزوجة اللي تم تزويجها وهي قاصر، ترفع قضية ضد مثلا وليها، هل ينبغي أن توكل محامي
من اجل يكنها يستلم. نعم لازم يكون لازم ان توكل محاميا ترفع المحامي يدافع عنها امام القضاء الموريتاني حتى لو لم تكن قاصرة. اي انسان يحق لها القانون ينص على ان اي انسان يحق لها انت 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 ان توكل محامي للدفاع عنها عن للدفاع عنه اي شخص وحتى في القانون الجنائي عندما يكون شخصا ما يرتكب جريمه ثم يعني رفع ضده او رفعت ضده قضيه فيجوز يعني يجب على القاضي التحقيق ان يعلم هذا الشخص انه يحق له ان يوكل محامي امام المحاكم الموريتانيه. فهذا واجب 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 قضائي اصلا على المحاكم ان تعلم اي شخص انه يحق له ان توكل محامي ليدافع عنه. في نهايه هذا اللقاء هل من كلمه اخيره قبل الختام؟ اعتقد انه يعني جواز القاصرات في منتشر ظاهره منتشره على عموم التراب الوطني موجوده ايضا في في البلاد العربيه والاسلاميه في كل البلاد العربيه موجوده في البلاد الاسلاميه ظاهره موجوده يعني ظاهره مجتمعيه يعني اعتقد انه خاصه نحن في موريتانيا دائما نكون المعاناه بين القانون وبين السلطه المجتمعيه فبالتالي انا اعتقد يجب على 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 المجتمع يعني ان نتعاون فيما بعدنا لنتعاون في 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 في, في مواجهه هذه الظاهره لانها ظاهره يعني ليست جيده ظاهره يعني تضر اكثر مما تنفع وبالتالي يجب ايضا للدوله ان تتدخل وعلى المجتمع ايضا المجتمع خاصه المجتمع المدني يعني يستطيع ان يلعب دورا يعني بارزا ودورا مؤثرا في هذا الموضوع ومن اجل يعني ان نمنع هذا الموضوع لانه موضوع غير 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 لائق وغير يعني اعتقد انه اصلا غير منطقي لانه يضر صحيا يضر ببناتنا ويضرهم صحيا واجتماعيا حتى عقليا ممكن يعني القاصر عندما تتزوج وهي قاصره ممكن يعني تتاثر عقليا بهذا الجواز ممكن تتاثر صحيا اجتماعيا ولا اعتقد ان حتى الاسلام يعني يحث على مثل هذه الظواهر التي وان وجدت فيه وان وجدت فيه طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفترات السابقة كان موجود وإن وجدت ولكن إذا وإن وجدت ربما وربما قد تكون الظاهرة موجودة في تلك الفترة ولكنها قد لم تكن تضرهم لأن البيئة الاجتماعية تختلف من 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 مكان إلى مكان ومن مجتمع إلى مجتمع فإذا حتى إذا كانت في ذلك إذا كانت الظاهرة في ذلك الوقت تمارس ولكن الآن يعني العالم تطور الطب تطور فاكتشفنا أن هذه الظاهرة تضر أنا لا أعتقد أن الإسلام يحث عليه أي شيء يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار والضرر ومن القواعد الخمس الكبرى في الإسلام أن الضرر يجب أن يزال الضرر يزال مهما كان الضرر يدفع دائما يدفع يجب أن يدفع. شكرا جزيلا لكم الدكتور إدريس كوريرا باحث في القانون الدولي شكرا جزيلا شكرا. أشكركم مشاهدينا كذلك على حسن المتابعة أشكر الذين تواصلوا معنا وطرحوا أسئلتهم عبر صفحة البرنامج أشكر الذين اكتفوا فقط بالمتابعة شكرا جزيلا إلى اللقاء.